دي حبيبتنا دي. ادي الدريل. طب دي بتعمل ايه؟ هو بيشغل ايه بالظبط؟ بيطلع كهربا منين؟ انت قاعد هنا وبتبدل والبدال هيطلع كهربا. فين الكهربا؟ والكهربا هتطلع هتشغل لك في تحت اي حاجه. انا مش في موتور تحت يعني. انت بتبدل دي فكره ازاي؟ ازاي بتفهم ايه معنى الطاقه الميكانيكيه تتحول لطاقه كهربائيه هنا، والطاقه الكهربائيه تشغل بيها الجهاز ده وتطلع تشغل بيها النور وتقول لك هنا في كام فولت وتدور لك. دي بيشرح لك فكره الطاقه. وهنا بيشرح لك فكره الضوء. دي تجربه خطيره قوي قوي قوي. ده مصدر الضوء اهو. في لمبه جوه، مفيش حاجه الا لمبه. وبالك الضوء بيطلع من هنا يخش فين؟ في العدسه دي. وفين هنا؟ في ايه مخروط اهو، شايفه؟ في مخروط اهو. وبالك الضوء يطلع من هنا يخش هنا يطلع هنا. المخروط هيقسمه لك لفين؟ لهنا لكده ولكده كده اهو. بص لما احط ايدي انا ايه شايف؟ هنا في ضوء اهو اهو. ولما احط ايدي هنا في ضوء اهو. اعملها تاني. انت عندك ضوء هنا، ضوء عادي من لمبه. تعديه من ايه؟ من عدسه. وبتدخله على ايه؟ على مخروط ازازي زجاجي. لما تيجي تبص هنا على ايدي هتلاقي فيه ايه؟ الوان اهي. اللون اهو زي ما انت شايف على الايه؟ على الشاشه. والجزء الثاني من النوع اللي هو بيطلع من هنا يروح على فين؟ على الجهاز اللي هناك ده. الجهاز ايه؟ قياس شده الضوء. جهاز اهو. يعني بص لما اعمل ايدي، لما احرك ايدي، لو حطيت ايدي هنا المفروض الشاشة بتطلع لك ده. العرض هنا بيجي لك على الشاشة. وهنا بيتكلم على حساسية الضوء، وهنا بيتكلم على ازاي تمسح من اول جديد. لو انا ضغطت هنا بص على الشاشة هنا، هضغط هنا 5. طب وهنا؟ هنا بص بيتكلم على انت بتزود الضوء. يعني بص الزرار ده بيزود لك الضوء اهو. وانت بتبص على الشاشه هنا اهو كده كده اهو. وانا هضغط، بص انا هضغط بصبعي كده اهو، وهتبص انت على الشاشه كده. وممكن تمسح كله من هنا اهو كده، وتعيد من اول وجديد. دي ازاي بتستخدم انت الضوء.